إذا عرفنا أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأول الواجبات، لابد أن نحقق التوحيد، نخلص التوحيد من الشرك. Alors l'État non connaît le توحيد. L'obligation préliminaire, l'obligation première dans nos vies. Alors il est important pour nous réaliser ce qu'on appelle le توحيد. تحقيق التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، ثلاثة أشياء. Réalise توحيد il est trois clés. Parole, action, après nous mettons dans les cas. يعني تقول بلسانك وتعتقد بقلبك وتعمل بالجوارح. والبعد عن الشرك والبدع والمعاصي. Restez loin après, restez loin des شرك بدع l'innovation avec PC. كيف تحقق التوحيد بأن تسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما ينبغي للتوحيد لتنو بماس وسمك بوفد محمد صلى الله عليه وسلم في نقي. تبقى على التوحيد حتى ولو كنت وحدك. ورستل التوحيد كمان موت سيل. لأن يوم القيامة يأتي بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وليس معه أحد. نوح عليه الصلاة والسلام ظل يدعو في قومه وما استجاب إلا القليل، لم يترك التوحيد. نوح عليه السلام إنه استدى صبيح تلاني إن أبلغ التوحيد. لا تغتر بكثرة الهالكين. تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتك. يجنبك الشرك.